نشرة الأخبار من النبأ، والبداية بالعناوين. الغارديان البريطانية تكشف عن رفض واشنطن لطلب السراج توفير حماية لحكومته إذا وقع هجوم عسكري على طرابلس. فتح باب تسجيل الانتخابات، والمفوضية العليا تؤكد حرصها على التجهيز لإجرائها. والسلامة يعلن موافقة مجلس الأمن على إجراء الانتخابات ويشدد على ضرورة التزام مختلف الأطراف بنتائجها. أهلا بكم. كشف صحيفة ذا غارديان البريطانية أن رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توفير حماية شخصية له ولأعضاء حكومته في حال وقوع أي هجوم عسكري على طرابلس. ونقلت الغارديان عن مصدر أمريكي تأكيده رفض الإدارة الأمريكية طلب السراج بسبب وجود فساد في حكومته وانتهاك ميليشيات داعمة لها حقوق الإنسان بحسب الصحيفة. وضمن المقال ذاته قالت الصحيفة البريطانية إن سيف الإسلام القذافي يخطط لحرب للوصول إلى العاصمة طرابلس عبر قوات عسكرية موالية له سيطرت على صبراطة مؤخرا. ونقلت الصحيفة عن صديق أمريكي لسيف القذافي قوله إن تلك القوات قبيلة وتعتبر جزءا من جيش معمر القذافي على حد قولها. ونقلت عن مراقبين قولهم إن سيف القذافي يمكن أن يظهر كقوة سياسية في الانتخابات المقبلة. عد رئيس لجنة الحواري بمجلس النواب عبد السلام نصية فتح تسجيل الناخبين من قبل المفوضية العليا للانتخابات خطوة إيجابية نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. أضاف نصية عبر صفحته على فيسبوك أن هذه الخطوة لابد أن تتبعها خطوات أخرى، بينها بناء سلطة تنفيذية موحدة وحسم الأرضية التشريعية التي ستقام على أساسها الانتخابات. كما دعا المواطنين إلى ضرورة التسجيل محذرا ممن يعول على عدم إقبال الناخبين للوصول إلى السلطة بأقل عدد من الأصوات مدعوما بفكر أو أيديولوجية أو قبيلة على حد تعبيره. ومن جهته رحب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية عبد الله الرفادي بفتح سجل الناخبين من قبل المفوضية العليا للانتخابات. وقال الرفادي في تصريح للنبأ إن بداية تسجيل الناخبين تعتبر خطوة جيدة إلى أنها عمل روتيني وليس حدثا سياسيا وفق تعبيره. هذا وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات البدء في عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي اعتبارا من اليوم بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013. وأشار رئيس المفوضية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى اختصار الفترة الزمنية التي يمكن أن تأخذها الدورات الانتخابية. على قرار مجلس المفوضية رقم 58 لسنة 2017 فقد تقرر البدء في عملية تسجيل وتحديث سجل الناخبين. استحقاق انتخابي جديد انطلقت أولى مراحله عقب إعلان مفوضية الانتخابات البدء في عملية تسجيل الناخبين التي تستمر 60 يوما، إعلان تلا دعوات محلية ودولية تسريعا للعملية قصد إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ 4 سنوات. استحقاق يتطلب حسب المفوضية توفر ظروف ملائمة لضمان تحقيق نتائج ذات مصداقية تحظى بقبول كافة أطياف الشعب. وبحسب إحصائيات مفوضية الانتخابات فإن 4.5 مليون مواطن ليبي مؤهلون للمشاركة في الانتخابات،
إلا أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات المفوضية يقل عن ذلك بكثير. طبعا هذه الإحصائية أو هذه البيانات منذ 25 يونيو 2014. الإحصائيات الواردة إلينا من مصلحة الأحوال المدنية تفيد بأن 4.5 مليون تقريبا مواطن ليبي مؤهلين لممارسة حقهم في الانتخاب وحقهم في التصويت، وبالتالي ما نحتفظ به احنا في قاعدة البيانات حوالي أقل من ربع المؤهلين في بيانات مصلحة الأحوال المدنية. وفيما وصفته بعض الأطراف بتطور الموقف الدولي تجاه الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، أعلنت البعثة الأممية أن مجلس الأمن وافق على إجرائها العام المقبل شريطة قبول الأطراف الليبية مسبقا بنتائجها مهما كانت. نحن نأمل أن تحصل الانتخابات في موعدها، وبالتالي وضعناها في خطة العمل خلال عام 2018 ووافق عليها مجلس الأمن الدولي. كل الإمكانيات التقنية متوفرة، تأكيد لرئيس مفوضية العليا للانتخابات عماد السايح. لكن ما تفتقره المفوضية هو غياب ميزانية كافية لإطلاق حملة دعائية بهدف إقناع الليبيين بالمشاركة في العملية الانتخابية. ويبقى استقرار الوضع الأمني التحدي الأبرز ومفتاح نجاح هذا الاستحقاق لإنهاء الأزمة الراهنة. وإلى ذلك أشدت مجموعة تجديد لدعم الانتخابات بقرار المفوضية العليا بالبدء في تسجيل الناخبين وتحديث سجلهم. ودعت المجموعة كل الأطراف إلى المساهمة في دعم المفوضية من أجل إنجاز مهامها، مطالبة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بدعم الحملة التي ستطلقها المفوضية للاستعداد للانتخابات. ومن جهة أخرى، أكد المبعوث الأممي غسان سلامة في حوار مع إحدى وسائل الإعلام المصرية أن المجتمع الدولي لن يسمح بفرض خيارات عسكرية تعقد المشهد في ليبيا، وأن الدخول إلى العملية السياسية يتطلب نزع السلاح وعدم انتشاره في البلاد. لكن هناك من حمل السلاح أيضا لهدف سياسي أو إيديولوجي، هذا معالجته مختلفة. يجب أن تقول له أنه إن دخل في الحياة السياسية وإن عاد إلى الحياة المدنية فله مكان فيها، وبالتالي يمكن له أن يتخلى عن سلاحه، لأن أي حل عسكري سيكون مرفوضا من المجتمع الدولي لأنه يؤذي الليبيين أولا، ولكنه أيضا مصدر قلق وخطر على الدول المجاورة. وأنا أعتقد أن هذه الدول لديها مخاوف. وفي سياق ذي صلة، عقد مكتب إدارة انتخابات الزاوية ورشة عمل بحثت المخاطر الأمنية التي تواجه العملية الانتخابية القادمة. وصرح منسق عمل المكتب في مقابلة مع نبا أن اللقاء يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية التي تواجه الاستحقاقات القادمة. ضمت ورشة العمل ضباط مديريات الأمن الواقعين في نطاق مديرية أمن الزاوية. اليوم ورشة عمل يقيمها مكتب إدارة انتخابات الزاوية خاصة بضباط مديريات الأمن الواقعين في نطاق لجنة مكتب انتخابات الزاوية لمديرية أمن الزاوية، صبراتة، سرمان، العجلات، زوارة، جميل، ركدارين، زلطن، يعني 8 مديريات أمن. استهدفنا واخذنا من كل مديرية أمن 3 أشخاص للتعريف. قال رئيس لجنة الحواري بالمجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق استخيرات موسى فرج أن تعنت مجلس النواب وإصراره على التفرد باختيار المجلس الرئاسي هو السبب الرئيس في توقف المباحثات السياسية. وأضاف فرج في تصريحات لوسائل إعلامية الثلاثاء أن موقف النواب الحالي الذي وصفه بالمغالبة يعكس رغبة في تفرده بالقرار السياسي والأمني والاقتصادي والإداري وفق تعبيره.
ولفت فرج إلى أن مجلس الدولة لم يطالب بأي صلاحيات باستثناء المنصوص عليها في اتفاق الصخرات، وأن المجلس متمسك بالاتفاق السياسي لتجاوز الأزمة في المرحلة الانتقالية. يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء زيارة إلى الجزائر، يبحث خلالها ملفات أساسية منها الوضع الأمني في الساحل وليبيا. وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيبحث مع المسؤولين الجزائريين ملفي الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وخاصة بالساحل الإفريقي. كما يلتقي ماكرون في زيارة الصداقة كما سميت رسميا أعضاء من المجتمع المدني الجزائري وممثلين عن الجالية الفرنسية. استنكر وكيل وزارة العمل بالحكومة المقترحة علي عكاشة رفع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الراية الحمراء في توصيفه للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد. ماذا تريد يا محافظ ليبيا المركزي من الليبيين أو من الحكومات الليبية أن تفعله لكي يتم النهوض بالاقتصاد الليبي؟ صديق الكبير يتكلم في طرابلس، علي الحبر يتكلم في البيضة، وكل واحد يتكلم، وكل منهم يحاول أن يعارض الآخر. هذا قال نعاني من أزمة ومن احتياطات أصبحت ضعيفة ومن ارتفاع في الأسعار، والثاني يقول لا نعاني من أزمة ولدينا احتياطاتنا ولدينا ذهبنا ولدينا. وحول زيادة رواتب موظفي القطاع العام، أوضح عكاشة أنه بحث هذه المسألة مع ديوان المحاسبة، وقال في لقاء خاص مع نبأ أن اللجنة المختصة بالمرتبات أقرت زيادتها لكافة الموظفين، لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في التمويل وليس في زيادة الرواتب حسب تعبيره. اللجنة اللي اشتغلت أقرت زيادة المرتبات ليس للمعلمين فقط، قد يتم تمييز المعلمين بمبالغ معينة، ولكن القطاع العام بشكل عام يعاني، يحتاج إلى مرتبات أقوى، يحتاج إلى ضمان صحي، يحتاج إلى رعاية، يحتاج المواطن. قررت محكمة فرنسية رفع حظر شركة الخرافي الشركة على مبلغ قيمته 100 مليون دولار لصالح مصرف ليبيا المركزي بطرابلس. أوضح المصرف المركزي عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أن الحكم يقضي بإلزام الشركة الكويتية بالمصاريف، ويشار إلى أن الحجز أوقعته الشركة الكويتية على أموال المصرف لدى بنك كريدي أغريكول الفرنسي سنة 2016. وفي سياق آخر، أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار قرارا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، يكون مصطفى الخطابي رئيسا لها. ويتكون المجلس بحسب القرار 19 الذي تحصلت النبأ على نسخة منه من رئيس وستة أعضاء على أن يعمل بهذا القرار فور صدوره من قبل جهات الاختصاص. هذا وأصدرت المؤسسة التي يرأسها علي محمود سلسلة من القرارات تتعلق بإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات والمحافظ والشركات التابعة لها واستبدالها بأعضاء جدد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب الليبي، ما أسبابه وأين السلطات منه؟
أهلا بكم من جديد. نفى ناطق باسم جهاز النهر الصناعي توفيق شويهدي ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعادة إغلاق صمامات محطة الشويرف. الشويهدي قال إن المياه ستستغرق يومين على الأكثر لتغطية كامل مدينة طرابلس وضواحيها. وعزى الشويهدي عدم وصول المياه إلى طرابلس سريعا لأسباب فنية وليس كما أشيع عن إعادة الإغلاق. ومن جهته نفى القيادي في الكتيبة 219 الموالية للنظام السابق أبو القاسم حنيش إعادة غلق صمامات النهر الصناعي بمحطة الشويرف. وقال حنيش في اتصال مع النبا إن الكتيبة قررت عدم إغلاق الصمامات مجددا مهما كانت الظروف، وأن أي اعتداء على محطة النهر الصناعي هي أعمال فردية ولا تمت للكتيبة بصلة، وفق قوله. هذا وكانت الكتيبة 219 قد أغلقت صمامات النهر الصناعي للمطالبة بإخلاء سبيل آمر الكتيبة المبروك حنيش المحتجز لدى قوة الردع بطرابلس منذ أكتوبر الماضي. أكد مصدر طبي ببنغازي العثور على جثة شخص ليبي الجنسية ملقاة بشارع السندباد في منطقة الهواري. المصدر قال للنبأ إن الجثة عليها أثر تعذيب وإطلاق رصاص، مبينا أن ملامح الجثة تبدو لشخص في الثلاثينات من العمر. هذا وتشهد بنغازي تكرر حالات العثور على جثث مؤخرا. عقد في مدينة جادو الأربعاء اجتماعا ضم وكيل وزارة العدل ومديريات الأمن بجبل نفوسة وباطن الجبل والساحل الغربي. وهدف الاجتماع وفق مدير أمن جادو لمكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية وتوحيد مديريات الأمن ومكافحة الجريمة. الصعوبات الإمكانيات، الصعوبات كيف نحاول نربط ندير غرفة موحدة مع المديريات بالكامل، نربطوهم باللاسلكي، والصعوبات نناقشوا الصعوبات كيف نواجه نكافحوا الجريمه ونكافحوا التهريب. الاجتماعات اللي طرقناها المدافعات كلها مركزين على التهريب، تهريب الوقود، وكانت اجتماعات ايجابيه سيطرنا 70-80% على تهريب الوقود. من جانبه قال مدير أمن شفارة للنباء عبد الناصر الطيف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد خطط سريعة وموحدة لتفعيل الأجهزة الأمنية التابعة لمديريات الأمن. منطقة الشفارة الحمد لله خلال الأسابيع الماضية قمنا بإعداد خطة أمنية سريعة جدا لتفعيل الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية والمجاهرة بالأمن، وفعلا الوقت الحالي جميع الجهات التابعة للمديرية تشتغل خلال 24 ساعة. وبالنسبة للطرق سواء الرابطة بالجبل أو الساحلي الحمد لله الطرق آمنة وبمساعدة بعض الأجهزة الأمنية المختلفة.
انطلقت بمدينة الحمامات التونسية ملتقى عمداء بلديات ليبيا من كافة أرجاء البلاد، والذي يستمر إلى غاية 8 من الشهر الجاري. وناقش المجتمعون موضوع الارتقاء بدور البلديات في توفير شروط الحياة اليومية للمواطنين ومساهمة المؤسسة المحلية في دعم الاستقرار والأمان، وفق بيان تحصلت أنباء على نسخة منه. ويذكر أن الملتقى جاء بمبادرة 100 عميد بلدية من مختلف أرجاء ليبيا، وذلك بمساعدة مركز الحوار الإنساني. وإلى ملف الهجرة، قال رئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج إنه يتعين على الدول الأوروبية بذل مزيد من الجهود لمعالجة الهجرة غير الشرعية. وأوضح السراج خلال لقاء مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن بلاده ستعمل على القضاء على ظاهرة تهريب البشر، كما أضاف أنه ينتظر ظهور نتائج التحقيق بشأن عمليات الإتجار بالبشر المزعومة، وأن المتورطين في الحادثة سيحولون إلى التحقيق حال ثبوت جريمتهم على حد قوله. قررت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تسريع وتيرة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم انطلاقا من ليبيا. وقالت المنظمة إن عملية التسريع تأتي كمحاولة لتخفيف الازدحام داخل مراكز الاحتجاز بعد تضخم أعدادهم إثر توقف رحلات القوارب إلى إيطاليا. وأضافت المنظمة أنها تستهدف إجلاء حوالي 15,000 مهاجر الشهر الجاري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية. ١٣٧٠٠٠ باحث عن العمل من الشباب في السوق المحلية في الربع الأول من العام الحالي، رقم تقول السلطات إنه أكبر بكثير في ظل عدم دقة الإحصائيات المقدمة. ويرجع مراقبون تلامي نسبة البطالة في البلاد إلى تراجع الإنفاق الحكومي في المجال في ظل ما تعيشه ليبيا من أوضاع سياسية واقتصادية متردية. ليس سوى وجها من وجوه الأزمة الليبية المستعصية على الحل، إنها البطالة التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات السبع العجاف الماضية. وبلغة الأرقام، وصلت نسبة البطالة بين شباب خلال الربع الأول من هذا العام إلى نحو 137,000، وهو رقم غير مألوف في سوق العمل الليبية. يعني نحن الآن لو نقول لك على قبل 3 أسابيع من الآن كان وصلنا عدد 137,000 باحث عن العمل، هذه نسبة من حدود 55 مكتب على مستوى ليبيا، ليس بشكل دقيق، إنما الأرقام الحقيقة كبيرة. لكن الإشكالية اللي موجودة فيها هي أن هذه الباحثين عن العمل قد تعترض قليلا مع الرقم الوطني، منظومة الرقم الوطني، منظومة الباحثين. وفقا لكثير من المواطنين، يعود سبب هذا الارتفاع إلى غياب خطة استراتيجية مدروسة من قبل الحكومة والجهات الرسمية من شأنها إيجاد حلول لهذه المشكلة المتفاقمة. والله هي بالنسبة للبطالة كثرت، لأن سبب الدولة والحاجة الرئيسي ومن الشعب نفسه، لأن اللي بيحصل تعيين وكيف متخرج جديد طالب، ما الدولة ما عندهاش موانع إنها تعينه. فلهذا قصدي الشاب ما عندهاش حتى خدمة، فرصة لبرا، فرصة العمل، ويقدر يدير بزنس هو، لكن المشكلة أنه كسيولة وكان نظام ما فيش. غير أن بعض المراقبين يذهبون إلى أن النمو البطيء للوظائف يعود إلى تراجع الإنفاق الحكومي في القطاع الاقتصادي نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. ومهما كانت الأسباب وراء ارتفاع مستوى البطالة، فإن هذه المعطيات أفرزت وجها شاحبا لسوق الوظائف بشقيه العام والخاص، وسيكون مواطن باحث عن فرصة عمل في غمار الواقع الليبي الأكثر ضررا. كابوس البطالة أصبح هاجزا يرافق الطلبة على المقاعد الدراسية حتى بعد تخرجهم، فارتفاع نسبة البطالة عام تلو عام
أمر بدأ يعطف عائقا أمام الجهات المسؤولة. حسين البرناوي، قناة النبأ، طرابلس. نهاية النشرة، وهذا تذكيرنا بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الغارديان البريطانية تكشف عن رفض واشنطن لطلب السراج توفير حماية لحكومته إذا وقع هجوم عسكري على طرابلس. فتح باب التسجيل للانتخابات، والمفوضية العليا تؤكد حرصها على التجهيز لإجرائها. سلامة يعلن موافقة مجلس الأمن على إجراء الانتخابات، ويشدد على ضرورة التزام مختلف الأطراف بنتائجها. وتابعتم أيضا ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، أسبابه وأين السلطات منه. نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.